بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الصغير أو الكلام اللي هندردشه النهاردة كلام في الأساسيات، بس الأساسيات مهمة جدا اللي ما بنبدأش بيها دايما، لأ احنا عايزين نبدأ بيها عشان هتفيدنا جدا لما نيجي نرسم، وهتفيدنا جدا لما نيجي نطلع حذاء قابل لللبس وكده. القميص القالب طبعا كلنا عارفين يتعمل ازاي. قميص القالب انت عملناه خلاص، فاحنا هنرسم كده قميص اهو. هنفترض ها قميص القالب بتاعنا، وادي كنية القالب. معلش انا طبعا بشرح لان في مبتدئين، فبيبقى في شوية حاجات أنا عارف طبعا في ناس بتبقى عارفة الكلام ده كتير، بس إحنا بنحاول نوصل المعلومات تاني سريعا. إحنا بنقول إن أكتر خط عرض عندنا اللي هو النقطة اللي بتبقى هنا عند راس الكمارة، لما بوصل ما بينها وما بين راس الكمارة الناحية التانية كده أهو، يبقى ده خط العرض بتاعي اللي هو عند مشط الرجل اللي هو القالب نفسه بدأ يطلع القميص كده وكده. يبقى دي أول نقطة أنا بحددها. عندي نقطة تانية اللي هي الارتفاع، الارتفاع بتاع عشان العرقوب، لأن رجلينا طبيعي المفروض القالب بيكون عامل كده وعامل كده. فالنقطة دي اللي أنا عايز أحددها دي بتساوي المقاس بتاع الحذاء اللي هو وليكن 40 رجالي مثلا، 40 في الرجالي زائد 20، ده رقم ثابت، تبقى بتساوي 60 ملي يعني 6 سنتي. يبقى انا لو بشتغل جالي بطبق النظرية دي، 40 اللي هو المقاس زائد 20 بيساوي 60 بيساوي 6 ملي. طب في الحريمي مثلا 37 زائد اللي هو مقاس الحذاء زائد 18 مش 20 بيساوي 55 يعني ملي، يعني 5 سنتي ونص. فهنا حددت النقطة بناء على الارتفاع اللي هنا. طيب ايه الاخطاء اللي ممكن تحصل؟ الاخطاء اللي ممكن تحصل هنا ان انا لما عملت العلو ده وكل حاجة وبتيجي الجزمة من هنا واطية او عالية. ده ليه؟ لان انا حطيت في الجوه الفردة بعد ما خلصت فرشة عالية، فبقى الارتفاع ده مش هو ارتفاع القدم. انا بتكلم في الارتفاع ده دايما عن القدم، فكوني اني باخده من هنا لهنا على القالب يبقى انا الرجل لما هتخش هيبقى ده واطي او عالي. فابراعي ده لو انا بحط فرشه تخينه يبقى لازم اعمل حسابي واطلع سنه لفوق. بعد ما وصلت ده مع النقطه دي مع منتصف العرض، انا بشتغل على النصين طبعا، والمفروض ان القالب ده او القميص ده يكون متوسط النصين، اكيد اغلبنا عارفينه، او اللي بيشتغل نص واحد جايز، بس انا بفضل تاخد المتوسط عشان تمنع الاخطاء. المسافه من هنا لهنا بقسمها 2 ووصل ده بده، والكلام ده كله كل النقط دي مهمة قوي، هقول لكم ليه وبتنفع في ايه. طيب انا علمت دون كده، ودي نقطة الاخرانية خالص اللي هنا. في نقطة كمان هنا، النقطة اللي هنا دي ايه؟ النقطة اللي هنا دي اللي هي الرجل هنا في دوران كده اهو، القالب كده ورجلنا كده، ادي دوران اهو، وبعدين بيبتدي ينزل كده. فالنقطة دي مهمة قوي اني اقيسها واحددها، اقيس مقاسها واحددها، لان ده المنطقه دي بيبقى الدوران فيها سليم، تبقى يعني اقدر اقول التلبيس هيبقى مظبوط من هنا والتلبيس مظبوط من هنا. طيب في نقطه تانية هنا مهمه في في نقطه العظمه. فين هنا العظمه؟ هنا كل قالب بيبقى موجود حسب الارتفاع بتاعه. يعني سيان كان لو قلنا القالب ده كده، ده البطنيه هي لمسه هي ودي العرض بتاعه، يبقى ده ارتفاع الكعب بتاعه. كل ما الرجل بتتغير بوضعها كعب عالي بيبقى المنطقه دي طلعت لفوق، وده بيبقى ثابت على تحت شويه. فكل قالب بيبقى الحته من هنا لهنا فيه مش كله زي بعضه. عشان اعدل النقطه دي بقيسها بتختلف من قالب لقالب، لكن في علاقه بين السيريال نمبر بتاع نفس القالب اللي هي السي بتاعها. خلينا ناخدها النقطة دي حددناها ازاي. احنا بنيجي ناخد سنتي واحد من هنا كده، ونقول بقى
خدنا السنتي ده امتين، ناخد المسافة من هنا لهنا قد ايه؟ يبقى القالب ده مثلا لو هو قالب مقاس 40 انا افترض، ولقيتها انا طلعت 7 سنتي، يبقى 7 سنتي اللي انا خدتهم وعرفتهم هم هنا في مقاس 40، يبقى في مقاس 41 بتزيد 2 ملي تبقى 7.2، مقاس 42 تبقى 7.4، مقاس 43 هتبقى 7 يعني بتزيد 2 ملي طول ما انت بتكبر في المقاس. فيبقى المسافة بين العظمة وبين هنا، انا خدت هنا سنتي تقريبا، هنفترض هنا العظمة اهي، يبقى انا المسافة من هنا لهنا لو طلعت في مقاس 40 في القالب ده مش اي قالب بتساوي 7 سنتي، يبقى في المقاسات بتاعتها هتمشي. طب واللي اقل بقى 38 39 تبقى كام؟ 39 هتبقى 7 ناقص 2 يعني 6.8 ملي سنتي، سنتي 6.8 سنتي 68 ملي يعني. واللي قبل منها تبقى كام؟ تبقى 6.6 سنتي. يبقى انا عرفت المسافه من هنا لهنا وعرفت مكان العظمه وايه، وقدرت احدد اللي كان العادي بقى عندي هنا. انا خدت من هنا سنتي اهو، السنتي اللي خدته ده هوصله بنقطه ايه؟ اخر القالب دي بالمزوره اهو، وهشوف النقطه دي وهقول ان النقطه دي هي العظمه بتاعتي هنا. فالعظمه بتاعتي هنا، يبقى انا عشان دي بتساعدني لما اجي ارسم او اعمل اي حاجه ببقى عارف ايه اللي في القالب. طيب كويس، يبقى انا في نقط كلها دي حددتها ايه مهمه جدا. في نقطه تانية بقى من هنا للكندوبيه اهي، خط تاني من هنا للكندوبيه برضو ده بيفيدني. وممكن بقى من الكندوبيه هنا عايز انزل تحت، فبقيس المسافه دي من هنا لهنا اهي ايا كان طلعت، احطها هنا اهو اهو كده، ووصلهم ببعض كده اهو، دي الكندوبيه اهي وصلتهم ببعض كده، بقت المسافه دي قد دي، المسافه دي قد دي. النقطه دي مهمه جدا والنقطه دي مهمه جدا والنقطه دي مهمه جدا، واللي انا حددتهم ده الاساس بتاعي وانا برسم او بشتغل. عرفنا ملحوظتين، مقاسات الحذاء وارتفاع العرقوب، المقاس من هنا لهنا عرفناه ازاي. طيب في واحد يقول لي انا عايز اعرف فين عرض النقطه دي ازاي، اللي عند راس الكمامه من الناحيه دي والناحيه دي. انت بتحط القالب كده على اي شيء مسطح، وهنا بتحط ارتفاع الكعب بتاعك الصح بتاعه بحيث ان ده يبقى افقي مظبوط مثلا وكده، بتشوف الارتفاع ده قد ايه عادي بتطلع بيه، يبقى النقطه دي اللي هي اللي بتلمس الرجل في منطقه البطنيه. يبقى كده خدنا كام معلومه النهارده اهم، عرفنا ايه الفرق في المقاسات ده وعرفنا اهميه الخطوط ديًا.